قناة الإذاعة والتلفزة وقناة الثانية حيث العموم كنوجدوا على أن المقاولة الصحفية في المغرب هي يمكن تبان هي مقاولة متوسطة وصغيرة. وانا كنعتقد زعما الصحفيه المغربيه هي مثلها مثل الصحفي المغربي، زعما عندها نفس الحقوق نفس الواجبات ونفس الكفاءات، بل تبتت المراه الصحفيه في عدد من المقاولات المؤسسات انها فعلا عندها واحد الاضافه فيما يتعلق بالمجال الاعلامي، وهذا هو الهدف اعتقد من وراء تنظيم هذه الندوه من طرف النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه، هو ماشي فقط غير طرح المساله ديال موقع الصحفيه وهذه مساله مهم، ولكن ايضا طرح المساله ديال صوره المراه في المجتمع، صوره المراه في وسائل الاعلام، الدور ديال وسائل الاعلام في انها تحارب الصور النمطيه اللي هي سلبيه ضد المراه، ولكن الموضوع هو موضوع كيهم المجتمع كله، بحيث أن قضية صورة المرأة، مكانة المرأة، دور المرأة، موقعها، أعتقد بأن هي مسؤولية مشتركة. الإعلام عنده دور مهم فيها، ولكن مؤسسات أخرى حتى هي عندها دور فيها مهم، الحكومة، البرلمان، الفاعلين السياسيين، الفاعلين الاقتصاديين، جمعيات المجتمع المدني، هذه قضية مجتمعية كبيرة ما مطروحاش غير في المغرب، مطروحة على الصعيد العالمي، وكنظن بانه الصحفيين والصحفيات واعيين بهذه المساله، ولذلك الندوه المنظمه اليوم تدخل في اطار هذا الوعي وفي اطار امكانيه تطوير المساهمات اللي كيمكن تقوم بها هذه الفئه اللي هو الصحفيات والصحفي. هذه الندوه كننظموها مناسبه اليوم الوطني للمراه المغربيه اللي كيصادف 10 من اكتوبر من كل سنه، واللي جاء تفعيلا للخطاب الملكي السامي. هاد اخترنا الاحتفال بهذا اليوم من الزاوية المهنية، أي زاوية ديال الإعلام، من ضمن أكبر الإشكاليات اللي مطروحة في الحق الإعلامي في هذا الصدد هي قضية المساواة، المساواة على مستويين، المستوى الأول هو المساواة في المحتوى الإعلامي، يعني هل المنتوج الإعلامي الوطني يراعي مبدأ المناصفة والمساواة في تناول القضايا المجتمع؟ ما بين قضية بخصوص قضية المرأة وقضية الرجل، وأيضا على المستوى الثاني وهو المستوى الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع، بحيث نتساءل ما إذا كانت المساواة والمناصفة قد تحققت في مجال الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحافة، لأننا كنعتبر أنه المرأة الصحفية هي أكثر قدرة على خدمة قضايا المرأة من باقي الأطراف الأخرى. هذه الندوة كما كتلاحظوا طرحت إشكاليات كبيرة جدا على مستوى قضية المساواة في الإعلام وقضية المساواة في خدم التكنولوجيات الهائلة الحاصلة في مجال الاتصالات خصوصا في الإعلام الإلكتروني، قضية الإعلام والمساواة في الإعلام المرئي والسمعي والمسموع وخصوصا في الإعلام العمومي، وأيضا حضور المرأة في وسائل الإعلام التقليدية إن صح التعبير. حرصنا باش تكون زوايا المعالجة متعددة، ولن زاوية مؤسساتية، وأنتم تلاحظون حضور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري معنا، وحضور المجلس الوطني للصحافة، وحضور لجنة المناصفة داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وإضافة إلى حضور النقابة. وأيضا المستوى الثاني وهو مستوى مهم أيضا هو المجتمع المدني، كيف ينظر المجتمع المدني إلى قضية المساواة والمناصفة في وسائل الإعلام، وكنعتقد أن هذه المقاربة الشاملة التي تنظر إلى هذه الإشكالية من عدة جوانب على مستوى المحتويات، على مستوى الشكل، وعلى مستوى المؤسسات والهيئات المشاركة، أعتقد أنها بكل تواضع ندوة ناجحة ستساهم لا محالة في التأكيد على الإشكالية الكبيرة اللي مطروحة على المستوى الإعلامي بالنسبة لقضية المرأة بصفة عامة.